كفايه كده، هنحط شويه ملح وفلفل. مش عايزين نحط كتير. وهنحط شويه ميبل سيرب. ميبل سيرب ده موجود في السوبر ماركت، يعني عايزين نحط حاجه مسكره، فنحط شويه ميبل سيرب. ميبل سيرب ده اللي هو السيرب اللي بيستخدموه في بيحطوه على البانكيكس. وهنعمل لكم مره بانكيكس، هنعمل لكم حلقه ممكن عن الحاجات ظريفه جدا للفطار. حطينا الحاجات دي كلها، هنبتدي هنضربها في الخلاط. نجيب الغطا، هنبتدي نضرب الحاجات دي كلها على سرعة واطية. نسيبه يتضرب شوية، ونجيب أناناس من التلاجة، حتة أناناس. عندنا تمام أناناس متقطع في التلاجة، مش محتاجين ان احنا ناخد أناناس كتير، هي حتة واحدة كفاية. احنا بس عايزين نخلي الموضوع في طعم اناناس بسيط، فهنقطع الاناناس. ونحطه يتضرب مع الصوص بتاع الشريمب او مع الجمبري. والميه خلاص غليت، عندنا كل الحاجات اللي هنستخدمها في الاكل اللي بعد كده. خلاص الصوص بتاع الشريمب كوكتيل قرب يخلص، هنعلي عليه في الاخر شويه صغيرين عشان بس نتاكد ان هو مفيش حاجه فيه صحيحه، سواء اناناس او سواء الريحان اللي احنا حطيناه. خلصنا خلاص الصوص بتاع الجمبري. زي ما قلت لكم الجمبري هنعمله في اخر فقره علشان ما يبردش ويفضل سخن. الصوص بتاع الجمبري هنحطه في الثلاجه عشان هو لازم يتقدم ساقع. هنطلع فاصل، نشوف هنسأل الناس في الشارع بياكلوا سمك كام مره في الاسبوع، ونرجع تاني نبتدي نعمل المكرونه اللي بالجندوفلي. السمك لانه مفيد وفيه اوميجا 3 باكل منه مرتين في الاسبوع، بحبه جدا. في البربوني البلدي بتاعنا، في البوري، في البولتي. عدد وجبات السمك مش شرط، بس بفضل المشوي. باكل مرتين سمك تقريبا او ثلاث، يعني ممكن مره مرتين حسب يعني ما بحب. السمك ممكن مره في الاسبوع، ممكن مرتين. في السنجاري واللي هو بيبقى في بولتي البوري. السمك يعني باكله مثلا مره مرتين على حسب بقى يعني في الاسبوع، وانواع مثلا في بولتي في بوري. انا ممكن باكل سمك يعني مره في الشهر مثلا، كان بجيب سمك يعني من البحر، وحاجه حلوه نوعها حلوه يعني. انا بحب السمك جدا جدا، وبحب كل انواعه. اكتر انواع السمك اللي بحبها هو السمك طبعا البوري المشوي، وباكله بس مره الى مرتين في الاسبوع. باكل السمك مرتين ثلاثه في الاسبوع، وانواعه بوري، موسى، البربوني، في انواع كتير يعني. اهلا بيكم مره ثانيه بعد الفاصل. شفنا في التقرير اللي فات ناس في الشارع بتاكل سمك كام مره في الاسبوع، وشفنا في الفقره اللي فاتت برضو ازاي بنعمل الصوص نفسه بتاع الشريمب كوكتيل، سهل جدا وسريع جدا وما بياخدش وقت. هنبتدي دلوقتي نعمل مكرونه بالجندوفلي، سهله جدا وسريعه جدا وما بتاخدش وقت، فانا مضطر ان انا اعملها بالراحه جدا عشان اقعد ارغي معاكم اكتر وقت ممكن. محتاجين طاسه، هنولع عليها على نار واطيه جدا عشان ناخد وقتنا. هنحط فيها شويه زيتون، عندنا ميه هنا بتغلي. خلاص تمام، بتغلي تمام. هنحط فيها المكرونه عشان تتسلق.
طبعا المكرونه اللي هي جاهزه في السوق بتاخد حوالي 8 دقائق ل 12 دقيقه على حسب نوعها عشان تستوي. هوريكم مره ازاي ممكن نعمل عجينه المكرونه في البيت ونعمل مكرونه، واوريكم ان هي بتاخد 3 4 دقائق بالكتير قوي عشان تستوي. هنستخدم مكرونه فيتوتشيني اللي هي شبه الاسباجيتي بس مبططه شويه. والحاجات اللي هي الجافه دي لازم نجيب لها علب كويسه تبقى سيلد او مقفوله كويس علشان ما تبص. هنبتدي نعمل الخلطه اللي هنحط فيها المكرونه، بس هنغطي على المكرونه برضو الاول. محتاجين توم طبعا كالعاده، فص توم هنقشره، ونقطعها حتت صغيره، طبعا في المفرمه اللي هي بتاعت التوم دي او الهراسه بتاعت التوم، وفي المبشره، وفي التوم الجاهز اللي في السوق، وفي توم بودره، وفي ناس بتعمل توم وتخزنه. قطعنا التوم صغير هنحطه في الزيت ونسيبه يتحمر شويه، عايزينه يطرى بس يبقى لونه بني. ممكن نعلي النار شويه، وبعدين عايزين طماطمايه تبقى ناشفه شويه. المكرونه هتنفجر، فممكن نكشف عليها سنه وممكن نقلبها علشان ما تعجنش في بعضها. في ناس بتحط زيت على الميه علشان المكرونه ما تعجنش، ولكن لو المكرونه نوعها كويس وقلبناها كويس فهي مش هتعجن. وبرده بعد ما نسلقها ونيجي نصفيها مش عايزين نغسلها بميه، احنا عايزينها ملزقه شويه علشان تمسك في الصوص اللي بنعمله. هنقطع الطماطمايه دي مكعبات صغيره، خلي بالنا عشان محدش يتعور. عايز اكلمكم النهارده عن فورمه الساحل. وفورمه الساحل ده موضوع شائك جدا، حاولت اعمله كتير بعد ما كبرت، زي ما قلت لكم كنت زمان رفيع واصلا التلفزيون بيتخن، فانا عندي مشكله مع الموضوع ده. حاولت اعمل فورمه الساحل دي كتير بس فشلت، كل ما اجي العب رياضه مش بواظب. نحط الطماطم مع الثوم، نقطع دي برضو صغير، اللذيذ فورمة الساحل ان انا كل سنة اقرر ان انا لازم لما اروح اصيف ابقى خسيت وعندي عضلات، وكل سنة بفشل في الموضوع ده واروح ازعل لان البحر كله شباب، كل واحد ماشي البنش وعضلات البطن والباي والتراي والترابيس، وشباب فيت جدا، وانا بقى انا اتخن واحد على البحر وبسط لما الاقي واحد اتخن مني ابقى مبسوط. فجالي نوع من الاحباط من الموضوع ده، وبعدين ابتديت اقنع نفسي ان فورمه الساحل دي حاجه مش مهمه، لان كان زمان الشباب وهي ماشيه على البحر عضلات وجسم كانت تلاقي اتنين تلاته ماشيين والباقي كله ناس عاديه. دلوقتي بقى الناس كلها عندها عضلات، الناس كلها بتروح الجيم، طبعا حاجه جميله وصحيه، بس لما الموضوع بيبقى كتير خلاص، يعني اول سنه
2 3 عندهم عضلات، تاني سنه 4 5، تالت سنه البحر كله عنده عضلات، فخلاص ما بقوش حاجه مميزه، بقى ده العادي. فانا شايف ان انا لما اروح بكرش والكرش مغطي نص المايوه دي حاجه مختلفه برضو. يعني كان زمان لما واحد يخش عنده عضلات الناس كلها تبص عليه وتشوف جسمه عامل ازاي وما اعرفش ايه، دلوقتي اكيد لما واحد زي يخش بكرش وقار، كرش طبعا وقار زي ما احنا عارفين، يعني الناس كلها برضو هتبص عليه تبقى منبهره جدا ان ازاي في الزمن ده في واحد عنده كرش بالحجم ده. واحد صاحبي كلمني من كام يوم، الو، سمع حاجه صوت ضرب وخبط وتخبيط، انا مش فاهم في ايه. ايوه يا ابني انت فين؟ ايوه يا نوح، دش دن، ترزيع ترزيع جامد جدا يعني. فهنقطع شويه نعناع برضو حتت صغيره، النعناع طبعا الفريش ريحته حلوه جدا، في نعناع ناشف ممكن نستخدمه بس طبعا ريحته مش قويه زي النعناع الفريش. نحط الكلام ده هنا، نقلبه، وممكن نبتدي نعلي النار شويه عشان الحاجات دي تبتدي تطرى شويه. ونبص بص على المكرونه برضو نقلبها عشان ما تعجنش وتلزق في بعضها، وعايزين الميه تبقى كتيره شويه واحنا بنسلق المكرونه، يعني عايزين المكرونه تبقى عايمه علشان تتسلق كلها كويس وما تبقاش ملزقه. نغطي عليها تاني. طبعا لو الميه كتيره في الحله وقفلنا الحله على الاخر المكرونه ممكن تفور، وممكن نسيب حته صغيره منها مفتوحه عشان ننساها وما تفورش. فالمهم صاحبي كلمني، ايوه يا نوح، ايوه انت فين؟ طخ تيخ تش، حديد بيخبط، سامعنا منه حاجه. ايه يا ابني انت فين؟ ايوه يا نوح، صوته عالي قوي، انا قلت الواد اكيد بيتضرب يعني. انت فين يا ابني اجيلك؟ لا لا انت سامعني؟ يا ابني انت فين اجيلك؟ صوت ترزيع جامد جدا حواليه، واه واه، ناس بتزعق وناس بتعمل، وانا مش فاهم هو فين. الحاجات دي ابتدت تبقى تمام وريحتها جامده جدا. اهم حاجه ان احنا نبتدي نقلب الحاجات دي علشان مش عايزين التوم يتحرق ومش عايزين الكلام ده كله يتحرق. عندنا النهارده جندوفلي غسلناه وحطيناه في كيس وشلناه في التلاجه، زي ما انتم شايفين الجندوفلي كائن لذيذ جدا، بيعيش في قوقعة، الناس بتصطاده للأسف عشان الناس مفترية واحنا بناكله للأسف عشان احنا بنحبه. الجندوفلي ده طبعا من عائلة أم الخلول واللي هم قشريات. الجندوفلي ده طعمه حلو جدا وهو ني، وكنت مرة في اسكندرية مع واحد اسكندراني راجل محترم جدا، وخدني عزمني على أكلة سمك، فاحنا واقفين عند الراجل بتاع السمك راح مادد ايده كده في السبت بتاع الجندوفلي، راح مديني 2 3 نيين، بقول له ايه؟ قال لي كلهم طعمهم حلو. طبعا انا كنت قرفان جدا مش عارف اعمل ايه، بس قلت هيبقى شكلي ايه في وسط الناس اللي بتشتغل ووسط الراجل فرفور قوي يعني، اقول له لا بقرف والكلام ده. فاكلته طلع حلو جدا، هو كل الفكره بس انك بتعصر عليه شويه ليمون وتاكله، طعمه حلو جدا وهو ني. ممكن برضو تحط عليه شويه ملح وفلفل، برضو طعمه حلو جدا. فالجندوفلي كده تمام، هنستنى بس الخلطه دي تستوي شويه والطماطم تبتدي تطرى شويه. المهم قلت له اجي لك، انت بتتضرب ولا بتتخانق ولا ايه؟ صاحبي ده طيب اصله ولا بتاع خناقات ولا حاجه ورفيع كده. فقال لي لا لا تمام تمام انا تمام،
ايوه يا ابني انت فين يعني؟ طخ تيخ. مؤثرات صوتيه جامده جدا حواليه وانا مش سامع حاجه. المهم الخط قطع وهنقطع شويه بقدونس. نحطهم على الكلام ده والنار ابتدت تشتد فممكن نوطي النار شوية. مش عارف ايه دايما لما بحط البقدونس بيحصل حاجة ايه هي مش عارفها بس يعني الريحة بتتوحش. الريحة حلوة طبعا يعني. هنقلب المكرونة المكرونه خلاص تمام. مش عايزين نهري المكرونه على الاخر عايزينها تبقى الدنتي او ناشفه شويه لان هي لسه هتستوي شويه على البوتاجاز. برضو ممكن نزود شويه زيت زيتون وما نخافش ان احنا نطبخ بزيت الزيتون. المهم الزيت ما يتحرقش مننا او ما يدخنش مننا. طبعا الطبيخ بزيت الزيتون مفيد جدا وحلو جدا بس ما ينفعش نستخدم زيت زيتون ان احنا نقلي. من احسن الزيوت اللي موجوده في مصر للقلي هو زيت عباد الشمس وزيت الدوره برده بس عباد الشمس احسن علشان الدرجه اللي هو بيدخن عندها اعلى من درجه زيت الدوره فبيتحمل درجات حراره عاليه. اي زيت ايا كان هو ايه زيتون دوره عباد شمس جوز هند اي زيت اول ما يدخن يبقى خلاص كده الزيت باظ. فلازم نخلي بالنا جدا ان الزيت عمره ما يدخن مننا. لو دخن يستحسن ان احنا نرميه ونغيره. كده زي ما احنا شايفين ابتدى الموضوع يبقى متجانس شويه وريحته حلوه جدا. هنحط شويه جندوفلي على الكلام ده نصفيه من الميه. طبعا الجندوفلي لازم نغسله كويس جدا عشان ممكن يجي فيه رمله ووساخه فلازم نحطه تحت ضغط ميه جامد جدا ونشطفه كويس قوي عشان ينزل الرمله بتاعته. طبعا الجندوفلي ده مغسول كويس. هنحط شويه جندوفلي والجندوفلي اللي ما يفتحش واحنا بنطبخه يستحسن ان احنا ما ناكلهوش. كفايه كده ممكن اخد لي كمان واحده جندوفلي اكلها. كل جندوفلي ني مش عايز يا بابا استرجل. طعمه حلو جدا الجندوفلي النايم. هنعلي بقى النار في اللحظات الحرجه الاخيره دي عشان الجندوفلي يستوي ويبقى تمام. المهم التليفون قطع قلت ايه اكبر دماغي شكله بيتخانق ولسه انزل بقى اروح له والبس وخناقه ونشوف ايه اللي حصل ومين اللي غلطان. بعدين قلت لا عيب برضو صاحبي من زمان الواحد يكلمه احسن. كلمته رد عليا ايه يا ابني قلقتني برضو دوشه حواليه وناس بتزعق وحاجات بتخبط. ايه انت فين؟ ده انا في الجيم. تعمل ايه يا ابني في الجيم وانت ليك في الكلام ده؟ لا ما انا قررت اعمل فورمه الساحل بقى لان انا ايه زهقت رفيع كده وشكلي مش مخيف زي الشباب اللي بيجوا على البحر فانا قررت ان انا اغير من نفسي. تمام كده هنعلي عليه كمان شويه نسيبه عليه على الاخر وهننتشل المكرونه من الميه ونحطها على الجندوفلي. زي ما قلت لكم مش عايزين نغسلها عايزينها ملزقه كده زي ما هي. حاجه لذيذه جدا الصراحه المكرونه وجندوفلي وميه مغليه تيشيرت صفرا فسفوري والحقيقه لذيذه يعني. يبقى ناخد بقيه المكرونه دي بعدين. تمام كده نحطها على نار عاليه ونسيبها تسخن شويه عشان المكرونه تتشبع بالحاجات اللي احنا حاطينها خاصه الجندوفلي. ونقلب الحاجات دي
المهم صاحبي راح الجيم عشان يعمل فورمه الساحل، قلت له طب ربنا يوفقك 100 100، قال لي ربنا يخليك 100 100. المهم قعد مختفي كده يومين ما بشوفوش، شويه ملح وفلفل في الاخر كده، شويه ملح وفلفل في الاخر كده، شويه زيت زيتون في الاخر برضو، لذيذ جدا زيت الزيتون. المكرونه خلاص قربت تخلص. المهم شفت صاحبي من كام يوم، لقيته ماشي في الشارع متشنج، ماشي عامل كده مش قادر. مالك يا ابني في ايه؟ الجيم عضلاتي شده. طب ايه يا ابني؟ انت لازم تروح تكمل علشان جسمك يفك. لا يا عم انا هريح، انا ماليش يا عم في الكلام ده، انا شفت شويه عيال تعقد كمال اجسام وعضلات وعاش وشيل، وانا رايح فرحان ان انا بشيل 30 كيلو بنش، طلع بيشيل 200 كيلو بنش. المكرونه كده خلاص تقريبا خلصت، قلبها بس كويس عشان كله يبقى مع كله في التمام، وكده يبقى المكرونه خلصت. وعملنا خلاص الصوص بتاع الجمبري او شيم كوكتيل. بعد الفاصل هنشوف هنشوف ازاي نقدر نعمل سلطه الكابوريا، وهنطلع دلوقتي نتفرج على تقرير عن السي فود ونرجع تاني. البيج جرام جمبري يدي 116 سعر حراري، هو بيدي كمية عالية جدا من البروتين ويدي كمية قليلة جدا من الدهون، فعشان كده بنعتبر الجمبري والسمك والأكلات البحرية من الحاجات المهمة قوي للناس اللي بيشتكوا من داء السكري، الناس اللي بيشتكوا من السمنة وعايزين يخففوا وزنهم، لأنه بياخد عنصر عالي، عنصر البروتين بشكل قوي جدا وعنصر الدهون بشكل قليل جدا. ف 200 جرام على مدى اليوم شيء رائع. السمك البلطي دوت يعتبر اي طبقه في الشعب بياكلها، والله الاسعار بتاعته من قبل شم النسيم مثلا وسعره ارتفع، وصل حوالي 20 جنيه 22 جنيه، عاده القاهريين متعودين عليه، لكن اي اسماك من البحر الاحمر فبيبقى سمك الشعب بتاع البحر الاحمر بياخدوه. السمك غالي زياده عن اللزوم، يعني من ساعه غلو اللحمه السمك غالي والفراخ غليت، كل حاجه بقت في السوق غاليه. مادة الأوميجا 3 وأوميجا فاكس وأوميجا 9 أشهر ما يميز الأسماك البحرية، خاصة الجمبري والجندفلي وأم الخلول والكابوريا، ولكن طبعا بنحاول نقلل بقدر المستطاع من التناول، أو بمعنى أصح بننصح بعدم الإفراط علشان التسمم الزئبقي اللي بيبقى موجود في المحريات دي، غير إن هي ممكن لو أفرطنا منها ممكن تساعد في تكوين حصوات الكلى والمثانة، وبالتالي بننصح بعدم الإفراط، ودي قاعدة على كل الأغذية وكل النباتات اللي احنا بنقول إن هي مفيدة قد تكون أيضا مضرة في بعض الأحوال. بالنسبة للجمبري، أفضل طرق لطهي الجمبري عشان أستفيد بشكل أكتر اللي هو السلق، واخد واشرب المية بتاعة السلق اللي بنسميه السيفود، وأضيف له بقى الجندفلي، أضيف له أي حاجة من مكونات البحر مع واسلقه مع الجمبري، فده ينتج عنه طبق شهي جميل غني بالعناصر الغذائية كاملة، وبطريقة أفضل من التحمير أو الشق. أبو الخلول أفضل طريقة ليها اللي هو الأكل الطازج، الكابوريا برضو أفضل طريقة ليها السلق واستخدام مية السلق. شفنا في التقرير اللي فات ايه انواع السمك المختلفه والجمبري والكابوريا والحاجات دي كلها وفوائدها، وشفنا في الفقره اللي فاتت برضو ازاي بنعمل المكرونه بالجندوفلي وهي خلاص خلصت، وشفنا ازاي بنعمل الشريم كوكتيل، عملنا الصوص بتاعه، هنعمل الجمبري دلوقتي. بس قبل ما نعمله
هنبتدي نعمل سلطه الكابوريا. طبعا في نوعين من الكابوريا، في الكابوريا اللي هي الكراب ستيكس او عيدان الكابوريا اللي بتتباع جاهزه في السوق، وهوريكم سلطات تانية ممكن تتعمل بالكابوريا نفسها. بناخد اللحمه اللي جوه الكابوريا ونسويها بطريقه معينه ونحطها مع خلطات لذيذه جدا. فالكراب ستيكس دي هنقطعها حتت صغيره ونرجعها في الطبق، طبعا دي مش كلها كابوريا، دي يعني كابوريا مفرومه شويه ومتشكله، يعني حتى بيكتبوا على العلبه ان هي ستيكس او صوابع بطعم الكابوريا زي كده، شيبسي ابو طعم ملح، شيبسي ابو جبنه، ما فيهوش جبنه هو بس بالطعم، بس هي طعمها حلو. واكيد طبعا فيها يعني لحمه كابوريا. هنحط حوالي 8 معالق مايونيز على الكلام ده كله. زي ما احنا عارفين المايونيز مفيد ومغذي وبيتخن. وهنحط معلقه مستردة ونص معلقه مستردة على الكلام ده. هنحط شويه ملح، زيت زيتون شويه صغيرين مش كتير، وهنحط شويه ملح وفلفل. وهنحط كمان كرفس. طبعا الكرفس ده من احلى الحاجات في العالم زي ما احنا شايفين، يعني من كتر ما هو حلو ممكن يبقى بوكيه ورد، تبقى لذيذه لو واحد دخل على مراته ببوكيه كرفس. اقول له النبي حبيبتي اعمل لنا شوربه خضار. طبعا هترمي الكرفس في وشه. قطعه صغير جدا، نحاول نركز على الورق مش عايزين العيدان. الكرفس ده بيستخدم كتير قوي في المحاشي، شوية في القلقاس وفي الشرب او المرقات بالذات، يعني دايما لو في شوربة خضار تلاقي حتة الكرفس طالعالك كده. تحط كرفس على الكلام ده كله، وممكن نحط شوية بابريكا مش عايزين نحط بابريكا كتير عشان متبقاش حراقة قوي. ونقلب الكلام ده كله بالملعقة. عشان يدينا مزيج خطير جدا. طبعا زي ما انتم شايفين كل شيء اتغلف بالمايونيز. السلطة دي جامدة جدا، البابريكا مع المستردة مع المايونيز مع الملح والفلفل والكرفس، وخلصنا. دي طبعا مفيدة جدا لو واحد زيي مش عايز يعمل فورمة الساحل. هنبتدي دلوقتي نعمل الجمبري. شوية زيت ذرة في الطاسة الغالية، عشان ما تتلسعش. طاسه محترمه جدا مش طاسه المونيا. طبعا في انواع طاسات المونيوم كويسه جدا، ولكن في شويه ابحاث بتقول ان الطبيخ في الالومنيوم خطر شويه عشان السخونه تتفاعل مع الاكل والالومنيوم، والاكل بيحصل فيه حاجات مش لطيفه، فاحنا عشان كده مش بنحب نستخدم الالومنيوم. ولكن في ناس كتير بتستخدمه، الاحسن منه الستينلس ستيل، وده اللي بتشوفوه برامج الطبيخ او في المطاعم اللي في فنادق او في اوتيلات، بيبقى طاسه بتلمع شويه. دي مش المونيوم، دي ستينلس ستيل، والستينلس ستيل كويس جدا للطبيخ لان هو بيتحمل درجات حراره عاليه جدا. والسلطه شكلها جامد، وهدوقها بعد شويه.
الزيت ده شغال تمام، وعندنا جمبري وزيت لسه محتاج وقت، فانا يعني مضطر ادوق السلطه بصراحه. زي اي حاجه عملناها قبل كده، جامده جدا برضو. بصراحه انا خايف اتغر. حط الجمبري برضو، جمبري متقشر مش بقشره ومش بديله، او ممكن بديله لو عايزين. وده لو لاحظتوا ده مش جمبري مصري، ده جمبري فيتنامي، فهتلاقوه غامق سنه. طبعا عارفين فيتنام اللي هي في جنوب شرق اسيا، ورامبو راح كسر الدنيا هناك. طبعا في انواع جمبري كتيره جدا في السوق، في جمبري مصري اللي هو في جمبري من البحر، جمبري بحري والسويس طبعا من اكتر انواع الجمبري المشهوره، وفي جمبري في اسكندريه حلو جدا، وفي احجام في احجام كتيره جدا للجمبري. طبعا كل ما الجمبري بيكبر كل ما بيبقى اغلى، ولكن لما الجمبري بيزيد عن حده بنقلب ضده. يعني لو الجمبري اكبر نوع جمبري ده مشكلته ان هو بتلاقي ان وزنه مقسوم تقريبا بنسبه 50-50 ما بين الراس والجسم. فلو انت جبت كيلو جمبري اكبر مقاس، يعني انت لبست نص كيلو روس ونص كيلو جمبري، فيستحسن دايما نجيب الحجم اللي هو اصغر منه سنه عشان يبقى شكله حلو في الاكل، ويبقى فيه وزن اللحمه فيه اكتر من القشر والراس. والمكرونه برده جامده جدا شكلها. نعلي شويه على الجمبري ده عشان نخلص وربنا يكرمنا. الجمبري زي ما قلت لكم قبل كده ما بياخدش وقت كتير في الطبيخ، عايزين نحطه دقيقتين ثلاثه على كل وش ويبقى كده خلصناه. ممكن نجيب معلقه زي دي عشان نبقى نقلب بيها. هنطفي على المكرونه. خلاص المكرونه خلصت، هوريكم ازاي نقدمها. وسلطه الكابوريا خلصت، وصوص الجمبري خلص. الجمبري خلاص ان شاء الله يخلص بسرعه. خلاص الجمبري ابتدى يتعمل، برضه هنحط عليه شويه ملح وفلفل. وهحط عليه شويه فلفل، ولما نقلبه برضه هنرش عليه شويه ملح وفلفل، وممكن نرش عليه شويه كركم بما اننا حطينا كركم على الصوص بتاعه. العمليه في اللذيذ. وممكن نحط عليه برضه شوية بقى حاجات ناشفة، ده ايه؟ بقدونس ناشف حلو، وده ايه؟ ده نعناع ناشف حلو برضو، كله حلو. طب وده ايه؟ زعتر ناشف حلو. زي ما احنا شايفين الجمبري ريحته ابتدت تطلع والكركم فايح، وشايفين الجمبري ابتدى يستوي من ناحيه، فهنقلبه على الناحيه الثانيه عشان يستوي برده. ابتدى لونه يصفر شويه كأنه محطوط عليه كاري، ولكن هو مش كاري، هو كركم. طبعا الاثنين صفر، الكاري والكركم، بس على حد علمي الكاري حراق اكتر شويه من الكركم. الاثنين بهارات، مع ان الكركم الصفار بتاعه اغمق شويه من الكاري. المكرونه تمام، الجندوفلي تمام. طبعا ممكن تسالوني ازاي هناكل الجندوفلي اللي في المكرونه دي، وازاي هناكل المكرونه بالجندوفلي. هناكل المكرونه بالشوكه والجندوفلي بايدينا، ومفيش حاجه عيب، كله في اللذيذ. الجمبري ريحته خلاص حلوه جدا، مش عايزين الجمبري يقعد كتير على النار علشان ما ينزلش الميه والعصاره اللي فيه ويبقى ناشف. فهو كده خلاص الجمبري استوى،
عايز اوريكم هو استوى ازاي. زي ما احنا شايفين احنا عايزين لونه، عايزين لونه فاتح زي كده، بس انا خايف يبقى سخن شويه. لا مش سخن تمام. يعني احنا شايفين هو ابتدى يبقى برتقاني شويه من الناحيتين، ومن هنا فاتح، طعمه حلو جدا. يمكن الحاجه الوحيده اللي ناقصاه هي رشه ليمون ويبقى تمام. وكده يبقى خلصنا كل حاجه. هنطلع نتفرج على تقرير، بنسال الناس في الشارع بتحبوا المكرونه اكتر ولا الرز. بحب الرز او المكرونه؟ المكرونه. انا بالنسبه للرز والمكرونه بفضل المكرونه اكتر من الرز. انا بحب المكرونه اكتر. لا بحب الرز اكتر من المكرونه فعلا. بالنسبه للرز والمكرونه انا بحب الرز اكتر. الرز او المكرونه انا شخصيا بحب الرز، بالذات الرز البسماتي يعني احبه جدا. لا ولا الرز ولا المكرونه، ممكن استغنى عن الاثنين. بحب العيش. بحب المكرونه اكتر من الرز. لا بحب الرز اكتر من المكرونه. انا بحب المكرونه اكتر. السباكيتي. لا المكرونه قطعا، احب قوي السباكيتي.